نتحدث أكثر عن ميزة أطول مسار درجات هوائية. ينضم إلينا عبر الإنترنت من عين المكان محمد لشيب، إعلامي وهوي درجات هوائية. بداية، هل لك أن تحدثنا عن خصائص هذا المسار وما الذي يميزه؟ أهلا وسهلا بكم، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. بداية أبارك لدولة قطر وأبارك لأشغال هذا الإنجاز، وبالفعل هذا المسار الذي أتواجد به الآن يعتبر من أفضل المسارات الآن في دولة قطر. أنا جربت عدد من المسارات في مناطق مختلفة بالدولة، وهذه المسارات للدرجات الهوائية تندرج ضمن خطة الدولة للتشجيع على الرياضة، وهذا إضافة نوعية للبنية التحتية الآن الرياضية. قطر الآن مقبلة على تنظيم حدث عالمي مونديال 2022، وهذه الإضافة، هذه البنية التحتية التي أسمت فيها هيئة الأشغال العامة تعتبر من بين أبرز الإنجازات. هذا واضح. هل أنت فقط لنتعرف أكثر على طبيعة هذا المسار بحكم أنك جربت التواجد هناك، هل قطعت كل المسار وما رأيك به بعد قطعه؟ نعم، المسار من أبرز مميزاته طوله الكبير جدا، تقريبا 33 كيلو، بمعنى ذهابا وإيابا عندك 66 كيلو، وهذا لا يتوفر في أي مسار هنا في دولة قطر، وبالتالي الدراج هو في حاجة إلى قطع مسافة أكبر وبسرعة أكبر. حتى المسار الآن عرضه تقريبا 7 متر، وبالتالي يتيح لك حركة مرورية آمنة وسلسة بعيدا عن الشوارع المزدحمة بالسيارات. كما تشاهدون يعني في الخلفية المساحات الخضراء المحيطة بهذا المسار تعطيك كذلك يعني أريحية في القيادة، وبالتالي تحقق الأهداف التي تصبو إليه من حيث طول المسافة ومن حيث السرعة، بحيث يمكن أن تصل السرعة إلى على هذا المسار تقريبا إلى 50 كيلو، وهذه مميزة يعني جميلة جدا. محمد، أنت كهاوي لهذه الرياضة، ما الذي يضيفه وجود مسار بهذا الحجم بهذه النوعية لك كرياضي؟ طبعا مثل هذه المشاريع تشجع على رياضة ركوب الدراجات. أنا أول مرة اكتشفت هذا المسار تولدت عندي رغبة في العودة إليه مجددا. أنا أعتبر هذا المسار من أبرز مميزاته أنه مسار مستدام. الآن المكان الذي أتواجد فيه مساحة خضراء فيها أشجار، فيها يعني الزهور إلى غير ذلك، فهذا يتيح يعني كأنك في البيئة أنك تمارس الرياضة، لكن إلى جانبها تستمتع بهواء نقي بطبيعة جميلة جدا. نحن الآن في فصل الصيف، لكن التواجد في هذا المسار يشعرك ب يعني أجواء يعني منعشة، أجواء رياضية، أجواء يعني جميلة جدا، وبالتالي فهي دعوة مفتوحة لتجربة هذا المسار وللاستفادة من هذه المميزات. طبعا يعني عدم وجود مثل هذه المسارات سيجعل العديد من العراقيل تقف في وجه الدراج أو هاوي الدراجة الهوائية، لكن الحمد لله مثل هذه المشاريع تشجع. محمد، برأيك هل هذا المكان كذلك مناسب للعائلة ككل، الأطفال يعني بحكم التجربة، هل هو مناسب لممارسة الرياضة بشكل جماعي مع الأسرة مع العائلة مع الأصدقاء؟ نعم، هناك 5 مواقف للسيارات متوزعة على طول المسار، على طول 33 كيلو، هناك 5 مواقف للسيارات، ممكن لرب الأسرة أن يأتي بسيارته إلى غاية إحدى المواقف وينزل دراجته ويقوم بجولة حسب المستطاع، ليس بالضرورة أن تقطع المسار بالكامل، يعني تقريبا 33 كيلو ممكن أن تقطع 5 كيلو 10 كيلو حسب قدرة الشخص وحسب رغبته ممكن أن يأخذها. هو طبعا مسار مخصص للمحترفين. الجهة الثانية من طريق الخور هناك مسار للدراجات الهوائية للهواة وللمشاة، يمكن الاستفادة منها كذلك للنزهة للقيام برياضة المشي، حتى ليس بالضرورة أن تقوم بسباقات السرعة، لكن يعني هو بنية تحتية مؤهلة للاستفادة من كافة شرائح المجتمع مهما اختلفت مستوياتهم وقدراتهم. محمد ليشب، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، أقنعتنا. المرة الجاية خلينا نروح مع بعض إن شاء الله إذا حبيت.